حضرتك وقت التلفزيون شويه بعد اذنك. السلام عليكم. وعليكم السلام، لو سمحت يا شيخ. اتفضلي. هو الزعتر بيتحط على الملوخيه؟ الزعتر؟ ايوه. لا الزعتر ما يتحطش على الملوخيه الا اذا انت حباه يتحط على الملوخيه. الايه؟ الزعتر ما بينضافش للملوخيه، بنضيف كزبره بنضيف كزبره خضراء ونعناع للملوخيه. اما الزعتر اذا انت حباه تضيفيه للملوخيه مفيش مشكله، طلعنا بيضيفوه للملوخيه. ما هي الملوخيه دي خضره ولكن هي اكله شرقيه. فالزعتر مش محبب ليها عند الشرقيين يعني. ولكن المطبخ الغربي اللي هو الطلاينة بيضيفوا للزعتر لكل اكلاته الريحان الاخضر. ولكن الزعتر بيلعب دور اساسي في المطبخ الايطالي وبيلعب خاصه للبيتزا، ولو تلاحظ انا جايبه جنب هنا اهوت علشان هنضيفه للخضروات بتاعتنا. شكرا يا شيخ. اشكر ايه؟ ما قلتليش السؤال ايه؟ الاجابه. ال 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 الخميره البلدي بتبقى بتتكون من الفطريات. من الفطريات. مظبوط. الخميرة الفورية بتبقى عبارة عن بودرة عادية، لا مش عارفة هي الخميرة الفورية بتتكون من ايه. طيب أرجوك، طب حلقتنا النهاردة